بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم رح نسوي وصفة كيك اسمها قدرة كادر أو الإمباسيبل كيك. كيكة كتير زاكية وطيبة للي بيحب الكريم كراميل برضو أو البراوني، طعم يعني الطعمين مع بعض. خلونا نبلش. وبداية بشكركم على دعم الفيديو، لا تنسونا من دعم الفيديو بلايك أو شير أو سبسكرايب أو فولو، تشيروا الفيديو مع أصدقائكم فضلا وليس أمرا أكيد. هون أنا عندي 3 أرباع كاسة سكر حطيتها على النار عشان أعملها زي الكراميل، عشان أحطها بكاع القالب أو الصينية اللي بدنا نستخدمها. ممكن تحطيها على نار عالية بس تضلي تحركيها، أو تحطيها على نار واطية وتضلي عينك عليها بس يعني بدون ما تحركيها برضو راح تدوب وتصير لونها هيك. راح ننزلها بسرعة على القالب ونحاول نسوي الأطراف والجوانب. اللي بخاف يستخدم القالب بإمكانكم تستخدموا صينية يعني ما بتلتصق، مدورة. أنا هون حطيت 3 كاسات حليب بالخلاط. راح نحط إذا ما عندكم حليب سائل بإمكانكم تحطوا كاستين حليب ناشف و3 كاسات مي. ورح نحط هنا 3 حبات بيض، كاسة سكر وفانيلا أكيد ملعقة كبيرة، ورح نحطهم على الخلاط نخلطهم ونديرهم على القالب طبعا مباشرة. الآن أنا راح أستخدم أعمل الكيكة، بإمكانكم تعملوها بجاط وتعملوها بالمكسر أسهل بصراحة من الخلاط. حطيت أنا حبتين بيض، 3 أرباع كوب حليب سائل، معلقة كبيرة فانيلا، حليب طبعا بإمكانكم تدوبوه وتحطوه على يعني تعملوا حليب بودرة مع مي وتدوبوه وتحطوه. هون عندي أنا 4 معالق كاكاو، اللي بيحبها غامكة بإمكانكم تحطوا 5 معالق كبيرة كاكاو. وعندي هون كوب سكر ونص كوب زيت نباتي، أو بتدوبي زبدة وبتحطي برضو زبدة بصير كتير طيب الزبدة معها، وكوب ونص طحين. وراح نحط كمان ملعقة كبيرة بيكنج باودر. زي ما حكت لكم الأسهل إنك تحطيها بجاط وتخلطيها، أسهل لك من لأنه الخلاط ممكن يعني يلتصق بحوافه وبدك تضلي تحركيه. وراح ندير الكيكة مباشرة فوق الكريم كراميل اللي عملناه، وراح نحط الكيكة في صينية فيها مي، راح نحطها بصينية كبيرة ونحطها نكون طبعا محمين الفرن، وراح نحط مي في الصينية. الفرن راح يكون على حرارة 350 أو 170-180 مئوي عادي. لو حطيتيها بالرف التحتاني بالفرن لأنه فيها صينية، الصينية فيها مي، حتاخذ من 35 ل 45 دقيقة. إذا بتخافي يعني على الكيكة أو بتخافي تنسيها ممكنك تحطيها بالرف الوسطاني أو بتختبريها باستخدام العود، ولازم نتركها برا ساعتين وبعدين نتركها في الثلاجة 4-5 ساعات. لازم تبرد تماما قبل القلب، وبعدين لازم نحرر الأطراف من الوسط القالب ومن الجوانب منيح علشان لما نقلبها ما تلزق في القالب. وصحتين وألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة.